السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام. أنا سالم جديد معكم يا محمد. دي جديد فيديوهات لعبة جينيسيس كونكر المميزة. وطبعا زي ما شرحت لكم الفيديو اللي فات كيفية التحميل وتسجيل في اللعبة، برضه هنعيد عليكم تاني. زي ما انت شايف هتلاقي الويب سايت، بتدوس على صفحة الريجستر، بيدخلك هنا، بتكتب اليوزر نيم والباسورد، تاني والايميل بتاعك، وبعد كده يعني تروح على الداونلود، تحمل الكلينت او تحمل البادج، تاخد نسخه بالكونكر اونلاين. وبرضه في بادج تاني هسيبه لكم اللي هو 1009، ده اللي هيسهل لكم المشاكل بتاعت اللعبه لا قدر الله لو فيه. طيب زي ما انتم عارفين يا جماعه ان في كونكر العاديه نزل اللي هو اخر تحديث، اللي هو طبعا نظام اللي هو الكوليكشن الجديد اللي هي الاله الموسيقيه الجديده دي، وكمان نظام سوسانو نينجاتسو بتاع النينجا، تمام. فطبعا احنا دلوقتي هنجربه، جات لنا فرصه قبل كده ان احنا عايزين نجربه في سفر تهيس ونشوف ايه الدنيا او بناخد ايه بالظبط او تفاصيل كتير عايزين نعرفها. فيلا بينا نعرفها. اول حاجه بدوس على النمبس سكور او نمبس كرول يعني، تمام. اول حاجه النمبس سكور بتاعك لازم يكون 60,000، ده طبعا بالنسبه للكونكر العاديه، فهو يعني كونكر عاديه تتعمل كده يبقى كله بيعمل شبهها. جميل جدا. طيب بدوس على حاجه كده سيستم زي ما انتم شايفين اهو، سوسانو نينجاتسو. طبعا زي ما انت شايف كل ليفل ب 500 ماتيريالز بتاعتها زي ما انت شايف اهو، جميل جدا. هنا كل ما بترفع كل ما بيزيد معاك الايفكت بتاع تورتويز جيم زي ما انت شايف. هنا هو مثلا عندك كام الدمج؟ 10%. فطبعا لو زودنا دلوقتي هيبقى كام؟ 12% زي ما انت شايف. لو هنا زودنا كمان مرة كده 14%، ده الماكس، وساعات بيطلع طبعا 55% وهكذا. طيب تنفست سورد يا جماعة زي ما انت شايفين، احنا عارفين ان هي طبعا قبل كده ان انت اي حد ميت ولا اي حاجه، ففي فرصه ان هو يعمل لك زي ما تقول كده ايه سلسله، او يمنع ان هو يترفر لمده 3 ثواني. زي ما قلت لكم قبل كده ان الثلاث ثواني دي تعتبر كتيره جدا، مش وحشه على فكره، كتيره جدا بجد، تمام. وطبعا ان هو بيعمل لك اجنور تارجت ماكس تورتوي الجيم، ده طبعا لو انت بتلعب مع اللي قدامك فول تورتوي الجيم، فده طبعا زي ما تقول لك كده بيبقى في فرصه 5% ان الضربه تيجي كامله. يعني انت مثلا لو اعتبرنا ان تورتوي الجيم بتاعك ان مثلا بتضرب اللي قدامك يعني مثلا في حدود 30,000 40,000 مثلا هو بتورتوي الجيم، فالضربه الاصليه مثلا بتاعتك قول الضعف مثلا قول 80,000، فطبعا في فرصه قويه جدا ان ايه ان انت يا معلم تضربه تجيلك الضربه بالكامل. بالنسبه للسيرفر يا جماعه اللي انا فيه حاليا جينيسيس ده بجد حرفيا من السيرفرات القويه جدا، سيرفر هادي، الوي بي اس بتاعه مظبوط، الاونلاين بتاعه حرفيا كويس خالص، الدنيا مرتاحه فيه، استف مجاني، تشيت تشانج مجاني، ريبورن برضو زي ما انتم شايفين اهو، الدنيا متدلعه خالص. زي ما انت شايف هتلاقي ناس كتيره بتنزل وهتلاقي ناس كتيره لسه بتظبط نفسها. الموضوع مش صعب بل بالعكس الموضوع جميل جدا واللعبه قويه جدا. طيب انا عايز اعرف بس هل ده من هو اهو كمان يعني حتى حاجات الارشيف من هنا كمان الانيما زي ما انت شايف، نتاكد برضو تاني من هنا، شوف اهو الدنيا مرتاحة. الانيما انيما 12 بس طبعا دي خلي بالك بالملايين زي ما انت شايف. فنجرب كمان واحدة نعمل ابجريد، نشوف الابجريد بتاع الانيما عامل ازاي. ابجريد يلا كده ورينا. اها الابجريد يا دي شغالة، يا سلام على البلالين دي، تمام مفيش مشاكل. نجرب اتنين تاني عادي، بس تاني اعمل حسابك، اهم حاجه يكون حظك حلو. مش عارف ان الواحد حظه ليه كده. طبعا نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بكل خير. طبعا اهي بلس 13 انمي زي ما انتم شايفين، عملت ابجريد اهي كمان، حتى نظام ما شاء الله عليه يعني نظام السيستم حتى ان هو بيعمل لك ابجريد الحاجه نفس الموضوع، جميل جدا. طب انا عايز اجرب حاجه كده في نظام الانمي دي، ده ايه ده؟ ده كلير بوينت، كلير بي كي بوينتس، حلو خالص. اكويبمنت بلاك سميث، ده بيزود لك الكواليتي بتاع الايتمز، يعني مثلا لو ريفاين تخليها تخليه مثلا الي يونيك اليد بعد كده سوبر وهكذا. يعني زي ما انتم شايفين حتى الرونزات هنا زي ما انت شايف السعر، بس طبعا مش ماكس، ما اعتقدش ان هي ماكس، فنجرب ليه لا. نختار رير يولرون زي ما انت شايف كل الرونزات اللي موجوده اهي، حلو خالص طبعا، بس ما عدا اللي هي سترايك بوستر، ان طبعا لو ما حد هتضيع الدنيا. زي ما انت شايف هو بتاخد ليفل 1، فبرضه قوية جدا وجميلة جدا جدا. زي ما انت شايف معايا كل الرونزات كده كده، وطبعا المفروض اكون واخد رانك مفروض يعني، بس طبعا
ناس عالية جدا. انا واخد رانك كام؟ واخد عشرمية ولا ايه؟ طيب هنا زي ما انت شايف اهو، انا عايز اجرب دي بصراحة، مع الاسف الانيما فورج مش شغالة، في شوية مشاكل برضو مش عيب، خلي بالك يعني. زي ما انت شايف كده هتلاقي الدنيا حلوة وجميلة جدا جدا جدا، يعني حرفيا السيرفر بيفكرك بكونكرة عادية بالظبط. زي ما انت شايف شغل عالي، كويست كمان، كويست بالانجليش والاسبانيول. هنا كمان دي شوية مهمات تعملها برضو تاخد عليها جوائز. زي ما انت شايف هنا كمان التريجر بوكس بيوقع لك كمية سي بي اس وفلوس رهيبة. بس خلي بالك انا حاسس ان الاعتماد الاكبر هنا في اللعبة دي على الملايين حرفيا. انت لو رحت هنا هتلاقي ناس هنا بتتعامل بالملايين مش بالسي بي اس، فدي حلوة برضو ان هو بيحجمك ان انت مثلا تشتري بالملايين، مش وحشة بالعكس، ده هو عايز ينشط التجارة عنده في السيرفر. دي فكرة جميلة جدا 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 جدا، وفعلا ابدعوا فريق التطوير الخاص بالموضوع ده. طبعا زيادة تأكيد الناس بتتفرج علينا، عندك هنا مصطفى بلس 12، بس طبعا لازم تفضل الايتمز اللي عندك دي، عندك هنا التشينج، عندك هنا نظام اللفلفة، بس طبعا مش محتاج يعني. تمام زي ما انت شايف بتخش اهو الفريزن، الفروزن مفهوش اي حد. طيب خش على تيدي لاند برضو، نظام كويس خالص وجميل جدا 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 حرفيا. هما بجد اللي عاجبني في السيستم ده انهم مظبطين الدنيا فيه والله. زي ما انت شايف اللعبة شغالة من كل حاجة اهو، الله ينور. بصراحة ده كان شرح اللعبة يا جماعة، او شرح النظام الجديد. ان شاء الله هنوضح حاجات كتيرة جدا في تفاصيل كتيرة جدا في لعبة جينيسيس كونكر. كان معكم يا محمد من فيديوهات جينيسيس المميزة، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش دعمنا باللايك ومشاركة الفيديو في كل جروبات صفحات كونكر تايس، كونكر اونلاين، واي كونكر عموما. اشوفكم على خير والسلام عليكم.